تعليم اللغة الإنجليزية للطفل من الصغر مسألة ممكن ما تكونش سهلة لبعض الأسر، ولكن قدرت مس مروة إنها تبتكر طريقة تعلم بيها الأطفال من عمر 4 سنين من خلال القصص والمناهج اللي وضعتها بشكل شخصي. ابتديت من حوالي يعني من 10 سنين فعليا بشتغل، لكن قبل كده كنت بدرس. فمن 10 سنين لما عملت لنفسي منهج كويس وكده نزلت بيه الحضانات، عرضت على الحضانات ما كانتش تعرف حاجه يعني ايه حاجه اسمها فونكس وحاجه اللي هو الطفل بعد كده يعرف يقرا وكده. ابتديت واحده 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 اتعرف في اسكندريه في بعض الحضانات، وعملت دورات للتيتشرز والتيتشرز دربتهم، وعملت للأمهات محاضرات يعرفهم يعني إيه فونكس. بعد فترة بتشوف نتيجة إنها بعد فترة بيعرف يقرأ إنجليش كويس يعني من غير ضغط ولا أي حاجة خالص. والجديد إن الأمهات كمان تقدر تحضر الكورس مع أطفالهم علشان يتعلموا النطق الصحيح. جيت الأكاديمية بقالي 3 شهور، كان عندها 5 سنين، وكنت حريصة إنها تتعلم اللغة وبقت كويسة فيها الحمد لله، ووصلت لمرحلة كويسة. دخلتها هنا الأكاديمية وصوفيا كان عندها 4 سنين و3 شهور، دلوقتي صوفيا عندها 4 سنين و6 شهور، يعني تقريبا 3 شهور كنت هنا. حرصت ان انا ادخل صوفيا هنا علشان مستوى التعليم عندها بالانجليش بقى احسن من الاول. انا طبعا بحضر معاها هنا دايما، مستواي انا بقى كويس جدا، ما كنتش طبعا مستواي في الانجليش كده، النطق والفونكس بقى احسن معاها. هنا في الاكاديميه بقى لي 5 سنين، كان عندي حازم من اول ما بدا خالص كان جايباه يعني في الانجليش، هو كان لغته كل حاجه، بس حسيت ان النطق مش قد كده. بدات معاهم انا نفسي اتعلمت، يعني انا عايز اقول لك ان طبعا التعليم اللي احنا خدناه في البدايه غير اللي انا بدات بعد كده اعرفه. طريقه تربويه تعليميه بسيطه ومبتكره، قدرت رغم بساطتها إنها تكتسب الثقة وإثبات فعاليتها مع الطفل والأم في سبيل تعلم اللغة قراءة وكتابة.